يقول البعض أنه كائن فضائي، ويقول البعض أنه روبوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن عندما نأتي للواقع فهو مبتكر قام بغزو عالم المال والأعمال. فقد أصبح إيلون ماسك من صناع المستقبل. هو شخص انطلق من مهارته في البرمجة إلى بناء آلات غيرت العالم. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على كيف يرى إيلون ماسك العالم من خلال طريقة تفكيره العلمية، وكيف تغذي طريقة تفكيره العلمية أعماله. سنلقي نظرة على التقنيتين اللتين يستخدمها إيلون ماسك لتعليم نفسه عن الموضوعات والصناعات الحديثة. من قراءته لكتاب دليل الصواريخ السوفياتية الذي أعطاه عدة معلومات عن الصواريخ عندما كان سيبدأ سبيس إكس، إلى إحاطة نفسه بخبراء في كل الميادين التي يريد العمل فيها للحصول على أكبر قدر من المعلومات. هذا السبب الذي دفعه للانتقال من السيليكون فالي إلى لوس أنجلوس، حتى يتمكن من الاقتراب من الأشخاص الذين يعملون في صناعة الفضاء والخبراء في هذا المجال. إذا أردنا مشاهدة إيلون ماسك بنظرة أكثر عمقا، فإننا سنرى أنه عالم فيزياء من الداخل ومهندس من الخارج. لذا سنلقي نظرة سريعة عن الفيزياء والتقنيات الكامنة وراءها التي ستساعدك لرؤية العالم من منظور آخر. ويقول إيلون ماسك أنه يتعامل مع الأشياء وفق إطار فيزيائي، وإذا أردت فهما أعمق للمستقبل فعليك البحث في الفيزياء. عندما كان إيلون ماسك صغيرا كان يخاف من الظلام، لكن عندما أدرك أن الظلام هو عبارة عن غياب للفوتونات في طول الموجات الضوئية، علم أنه من السخيف أن يخاف من غياب الفوتونات. هكذا كان يشرح لنفسه الأمور عندما كان صغيرا. ويقوم إيلون ماسك بهذا الأمر مع جميع الأشياء تقريبا في حياته، فهو يقوم بتفكيكها وتقسيمها حتى يصل للقوانين الفيزيائية الأساسية التي يتكون منها. فهناك عدة أمثلة تؤكد هذا الأمر. فهو عندما أراد وصف المدرسة وعملية التعليم قال بأن عملية التعليم هي تحميل لبيانات وخوارزميات عمل هذا العالم إلى عقل الكائن البشري، والمدرسة تقوم بهذا الأمر بطريقة خاطئة جدا. لذلك هو قرر إنشاء مدرسة خاصة به حسب طريقة تفكيره وفهمه للأمور. وفي أحد أشهر الحوارات قام إيلون ماسك بمقارنة الذكاء الاصطناعي الذي يعمل عليه بالطفل الصغير، وكما قال فإن الذكاء الاصطناعي يتعلم بسرعة ويقوم بنسخ كل ما يفعله الإنسان كما يفعل الطفل الصغير تماما. وقام إيلون ماسك بوصف طريقة تفكير البشر وتفاعلهم مع الأجهزة على أنها نظام تشغيل، قائلا فبينما أجهزة الحاسوب تتواصل فيما بينها بحوالي تريليونات البايتات في الثانية، ونحن ما زلنا نستخدم إبهامنا للتواصل مع هذه الأجهزة، مما يعطينا نسبة تفاعل حوالي 10 إلى 100 بايت في الثانية. لذلك قرر إنشاء شركة سماها نيرالينك لتوصيل أدمغتنا مباشرة بأجهزة الكمبيوتر والحصول على تفاعل أسرع بين البشر وأجهزة الحاسوب. ولربما هذا من أحد أسباب التي جعلته يحب الميمز، فهي صورة واحدة وتحتوي على عدة معلومات ضمنية. وقد قال في إحدى تغريداته الشهيرة أن من يتحكم في الميمز يتحكم في الكون. ويقول إيلون ماسك أن أفضل نصيحة يمكن أن يعطيها إليك هي أن تستمر دائما في التفكير كيف تقوم بالأشياء بأفضل طريقة، وأن لا تتوقف عن سؤال نفسك هذا السؤال. فمعظم الناس يعطونك طريقة القيام بالأمور لكنهم لا يعطونك أفضل طريقة للقيام بها. كما قلنا سابقا فهناك تقنيتين أساسيتين استعملهما إيلون ماسك لتدريب وتعليم نفسه حول آخر التقنيات، وهما أولا دراسة الكتب، وثانيا إحاطة نفسه بأناس خبراء في الميدان الذي ينوي الدخول إليه ودراسته. دعونا أولا نلقي نظرة على الكيفية التي استعمل بها الكتب حتى تمكن من بناء إمبراطوريته من الشركات الناجحة. يقول إيلون ماسك أنه عندما كان صغيرا كان يقرأ لحوالي 10 ساعات يوميا، مما جعله يأخذ نظرة عامة على كيفية اتصال الأشياء في هذا العالم والترابط الذي يوجد فيما بينها. أما بخصوص تعليمه الرسمي فهو بحوزته شهادة في الفيزياء
وشهادة في الاقتصاد، وقد حصل على الدكتوراه في الفيزياء لكنه تركها بعد التخرج ليتفرغ لأعماله التجارية ولبناء مشاريعه الخاصة. شركته الأولى التي قام بتأسيسها وهو ما زال في الجامعة كان هو الذي يتكلف ببرمجة الأشياء خصوصا في الأيام الأولى للأنترنت، فهو قد استعمل الأنترنت عندما كان في سن 10، حصل على أول كمبيوتر خاص به، وأول لغة برمجة قام بتعلمها اسمها بيسك، وهي لغة برمجة قديمة يستغرق مدة تعلمها 6 أشهر، لكنه فقط في 3 أيام قام بإنهاء المنهج كليا. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من قصة إيلون ماسك. ضع لايك للفيديو وشاركه مع أصدقائك إذا أعجبك، وانتظر الجزء الثاني في هذا الأسبوع إن شاء الله.